السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، كما عرفت جريدة أصوات أنها تقتحم جميع المجالات، وأن نحن نواكب مهرجان الوطني للشباب المبدع في دورته الخامسة. معنا اليوم سلمى عيسى المشاركة في كاستينج ملكة جمال الأطلس. مرحبا بك معنا بجريدة أصوات. شكرا. أول شيء كنبغي نشكر جريدة أصوات على الاستضافة، وكذلك كنبغي نشكر الأستاذ إبراهيم الزهيري رئيس مهرجان الوطني للشباب المبدع، اللي صراحة عطاونا فرصة أننا نبينوا على المهارات ديالنا ونبينوا على أشياء حنا كنبغيوها، وهي المشاركة في ملكة جمال الأطلس. كانت المشاركة ديالكم في ملكة جمال؟ المشاركة كانت قوية، كانوا ما شاء الله بنات زوينات مثقفات. كانت بالنسبة لي أنا المشاركة كانت شوية، كنت مستريسية وكنت متوترة، من الحمد لله كل شيء داز، ونتمنى الفوز ليا والبنات كاملين ان شاء الله. انا جيت من مدينه مريرت اقليم خنيفره، والعمر ديالي 25 سنه، وديجا كنت توجت ملكة جمال الجبال، وكذلك كنشتغل عريضه ازياء. معنا اليوم المشاركه في كاستينغ ملكة جمال الاطلس هند ابو الحسين. مرحبا بك هند ابو الحسين معنا في الاصوات. ميرسي، شكرا. ممكن تعطيني شي نبذة تعريفية على حياتك؟ مرحبا، الاسم ديالي هند أبو الحسن، مدينة أزرو، العمر 23 سنة، حاصل على دبلوم في الجماليات. ممكن اليوم تهضري لنا على حضورك في الكاسي ملكة جمال الأطلس، كيف كانت المشاركة ديالك؟ صراحة كانت هذه زعما أول تجربة ليا وأول فرصة، وكما كتعرفوا كانوا بزاف ديال المشاركات، والحمد لله داز داكشي مزيان، وكنتمنى تكون فرصة تحط ليا، وكنتمنى نحط أيضا جميع المشاركات اللي دازوا في هذه المسابقة. هند، كنتي من أي مدينة؟ مدينة أزرو. مدينة أزرو، يعني خديتي هذه المسافة أنك تجي تشاركي تنسلا أزرو تنسلا. ولكن ماشي مشكل، فاش كتكون شي حاجة اللي هي الواحد الإنسان باغيها، فاش واخا كتكون طريق واخا تكون شي حاجة اللي فيها تمهرة وداك الشيء، كتكون ماشي مشكل الواحد. هند، إلا خديتي لقب ملكة جمال الأطلس، شنو تقدري يعني في لقب ملكة جمال الأطلس؟ إلا خديت اولا لخدت اللقب غادي نكون اكيد فرحانه، عائلتي غتكون فرحانه، المدينه ديالي مدينه ازرو اكيد غادي يفرحوا بيا. وشنو بالنسبه شنو غادي ندير؟ صراحه الله الساعه غادي ناخذ انا تجارب، غنشوف تجارب الناس اللي دازوا قبل، اللي دجا شاركوا في هذه المسابقه، اللي خداو اللي داروا دي زيكسبيريونس في حياتهم، وعرفوا شنو اللي خاصهم يديروا لهذا المجال. تما غادي نتعلم، وانا اكيد غادي ندير خطوه جيده، وغادي ندير اي حاجه ايجابيه لهذا المجال هذا، كنتمنى التوفيق للجميع. وبهذه المناسبه كنشكر جريده اصوات اللي تحت لنا هذه الفرصه باش نعبروا على المشاركه ديالنا في هذا المهرجان، وايضا كنبغي نشكر رئيس المهرجان ابراهيم الزهيري لتنظيمه لهذا المهرجان في دورته الخامسه، وشكرا. معايا المشاركه في تسليم ملكة جمال الاطلس ياسمين بن حطو. مرحبا بك معنا ياسمين جريده اصوات. ممكن ياسمين تديني شنو بدا تعريفيه على حياتك؟ بون، ياسمين ولد حدو من مدينة قنيطرة، 22 سنة، عارضة أزياء، وديجا عندي الإكسبيريونس، شاركت في عروض ديال الأزياء وميس الزهور وميس أفريكا. بون، كيف كانت اليوم المشاركة ديالك في كاس الملكة؟ المشاركة كانت جد رائعة، وكانت بيان أورغانيزي، كاع المتباريات كانوا تبارك الله في المستوى، وكانت منافسة قوية، وكنتمنى حظ لكاع جميع المشاركات اللي كانوا معنا إن شاء الله. شحال تقريبا كان بكم المشاركات في كاس الملكة جمال؟ كانت تقريبا شي 26 بنت. وكنشكر لجنة التحكيم اللي كانت حاضرة معنا، وكنشكر رئيس الجمعية. كنشكر ملكة الجمال اللي كانت حاضرة معنا اليوم نبيلة عقيلي، واللي عطاتنا نصائح كثيرة وحفزتنا باش اننا نزيدوا القدام، وكنشكر رئيس المهرجان السي ابراهيم الزهيري، وكنشكر جريدة الأصوات اللي تحتنا هذه الفرصة اننا نعرفوا براسنا ونعرفوا بالموضة المغرب. مرحبا، شكرا.
اليوم نستضيف معنا جريدة أصوات مدير المهرجان إبراهيم الزهري. مرحبا بك معنا إبراهيم الزهري. شكرا أخت هجر وشكرا لأصوات على الاستضافة والمواكبة المتواصلة ومساهمتكم الفعالة في الإعلام الوطني. شكرا سي إبراهيم. بغيت نسولك سي إبراهيم، كيف جاتك الفكرة هذه الدورة الخامسة للمهرجان؟ يعني أول دورة كيف جاتك الفكرة أنك تدير مهرجان ملك الجمال الأطلس؟ اولا كان بالنسبه لنا هذه الفقره ديال ملكه الجمال، هذا كان بالنسبه لنا حلم انه بمنطقه الاطلس وبمنطقه او جهه فاس مكناس تكون مثل هكذا تظاهرات، نظرا لافتقار هذه الجهه وهذه المنطقه للتنشيط الثقافي والفني بحكم المنطقة، بحكم تضاريس المنطقة، وبحكم يعني غياب مجموعة من المرافق الفنية والثقافية التي تهتم بالشباب. من هنا أتت الفكرة في منتدى الفن والإبداع المغربي طبيعة الحال الذي أتشرف برئاسته بمعية مجموعة من الإخوان، مجموعة من الفنانين المبدعين على مستوى الموسيقى أو المسرح أو السينما أو التلفزيون. إذن هكذا جاءت الفكرة في هذه الدورة الخامسة أن تكون هناك فقرة اسمها ملكة جمال الأطلس، والتي نتمنى أن نكون قد نساهم بإعطاء فكرة أخرى عن الجمال وفكرة أخرى عن العمل الجمعوي الجاد والمسؤول في هذا البلد الحبيب. بغيت نسولك يعني شنو هي بالضبط المعايير اللي انتم تركزوا عليها في كاستينغ ملكة جمال الأطلس؟ اكيد لن اتحدث عن معايير، على الاقل هي مسابقة ولها قوانين، اي مسابقة لها قوانين، وبالتالي لن تكون هناك مواصفات يعني ربما اتفهم ماذا تقصدي ونقولها بالدارجة، كتقصدي واش غنختاروا الجمال اي كجمال اي يعني لابوتي المظهر لا ثم الفولة، لا خص يكون واحد التوازي، ما يمكنش غنهضروا على الجمال ونسخروا هذا الجمال لخدمة المجتمع ان لم تكن هناك ثقافة وان تكون هناك انسانية. فالمطلوب من هاد الملكات الجمال مستقبلا انهم يكونوا هم سفراء كذلك، انهم يساهموا في العمل الجمعوي، لان الانطلاقه ديالهم جات من العمل الجمعوي ومن الجمعيات. وكذلك يجب انخراط الاعلام في ابراز ومسانده هاد الفتيات وهاد الملكات او هاد فيكفي ان اليوم الجريده ديالكم حقيقه، وكما أكدت لك في 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 الكواليس على أنه بدأت الميوعة فيما يسمى بالإعلام. فاليوم اللي عنده قناة في اليوتيوب تيقول لك أنا صحفي، أنا إعلامي. فضح. فلمست أنه هناك إعلام بديل، أي الإعلام الإلكتروني قوي يمكن ان يساهم في التنميه ويمكن ان يساهم في مجموعه من الامور. شكرا سي ابراهيم. بغيت نقول لك سي ابراهيم، بالنسبه للكاستينغ اليوم اللي كان في مدينه سلا، ممكن تتكلم لي عليه؟ هو الكاستينغ مدينه سلا الجديده كان هو اخر محطه بعد المحطتين السابقتين بفاس والمنطقه، ثم بمكناس والمنطقه، فكانت مشاركه جد متميزه و فعالة، أي وانخراط مجموعة من 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 الجمعيات بمدينة سلا الجديدة في تنظيم هذا الكاستينغ. ومن هذا المنبر ما يمكن إلا نشكر جمعية تزدي للأمازيغية التي ساهمت معنا في تنظيم هذا اللقاء، ثم ما يمكنش ننسى نجوم الأغنية المغربية من الرواد الفنان رشيد برياح الذي أتى من مدينة طنجة، ثم الفنان الكبير
المخرج السينمائي والتلفزيوني سي محمد عاطفي ومجموعة من الإخوان حقيقة كان جو عائلي، جو ممكن أن أقول من أحسن الكاستينغات التي نظمناها. أوكي أستاذ إبراهيم، مرحبا بك معنا ثانية وشرف لنا أنك تكون توجد معنا. العفو الشرف لي، ونتمنى لك التوفيق في المهرجان. شكرا لك. شكرا. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.